جديد. انا حما جديد، بنتي يعني مش حما لسه، ما اتجوزتش بس اتخطبت. قولي لحظه الصالون واللحظه اللي احنا معتادين عليها كبنات الصالون والابهات بتعيشها دي. اما اجي اقول لك لحظه الصالون، انا محتاج اطلب من حضرتك ايد بنتك. قولي بقى اللحظه دي تجهيزاتها ازاي. انا دايما اختي رانيا بتقول انا دايما خايفه اما تيجي بنت من بناتك تقول لك انا بحب شخص ويجي هو يقعد معاك، احس ان انا ايه هيبقى واد ايه قاعد بيترعب ويعني مش هيكمل القعده دي. فانا كان دايما يتهيالي ان كلامها يعني في محله، انا كنت عارف الشخصيه. بس انا كنت وصلت لحاجه، هو جه قعد معايا هنا يعني قعدنا في التراس، قعد يكلمني على الموضوع، لازم يجي البيت. و للأسف هو شخصية جميلة جدا وقلبه جميل وراجل طيب ومثقف وناجح في حياته ومجتهد ويعني كون نفسه بنفسه يعني ولسه في المرحلة يعني في بداية حياته، فكل حاجة فيه جميلة كنت لذيذ جدا معاه وحسيت ان هو كان قلقان، فحاولت اطمنه اكتر اريحه، فلقيت ان انا المشهد ده كنت متخيله في حتة تانية بس اللي حصل حاجة تانية تماما يعني. فكنت لذيذ جدا متعاون كمان. متعاون يعني. ما طلبت الشبكة غالية جدا؟ لا ما طلبناش حاجة، بيت يعني جنب ماما، احنا سبنهم يعني. انا طبعا البيت ده مهم جدا بس انا صدفة بيتهم جنبينا فيعني الحمد لله. فدي مهمه جدا، لان عايز اقول لك احنا دلوقتي احنا في مصر يعني انا عندي قرايب في التجمع مثلا ما بشوفهمش علشان يعني بعيد جدا، تبقى قاسيه جدا حقيقي. لا غير دي حاجات انت مركز عليها فقلت الحمد لله البيت جنبي. وان شاء الله ربنا يوفقهم وتبقى حياه جميله ليهم وهم بيتعلموا. كل واحد لازم يتعلم بتجارب في حياته، يشوف الصح من الغلط، يعرف يوصل لأنا بالنسبة لي الهدف الأعلى، الهدف النهائي هي القناعة التامة، ودي بتيجي من الرضا والتوكل. في مشاكل كده هقولها لك، يمكن انت أكيد يعني كأب لسه مر بتجربة جواز بنتك، يقول لك ايه ما اتجوزتش لسه نهائي خلاص انت مخطوبه، مرحله الصالون يا جماعه. مش هفرط فيها بالسهوله دي يعني. وقعد بيقول لي انا لسه محتاج وقت ومش عارف ايه، قدامي مثلا سنه كده سنه ونص. قلت له براحتك، لو 6-7 سنين براحتك هي معايا. ده حب على فكره. مش عايز افرط فيها طبعا. طبعا ده حب وسنين عمرك وفرحتك. ربنا يستر بقى ليله الجواز بقى دي اللي هي الفرح نفسه، ان انا اسلمها له دي بتبقى حاجه يعني هتقطع في قلبي اكيد. ربنا يساعدهم. بيقول مثلا بعض الشباب تقول الاب ده كان صعب معايا جدا، طلب شبكه غاليه جدا، اتشرط عليا في تجهيزات جواز وبيت وفرح. تشوف الابهات دي ازاي؟ لا يعني انا ما عملتش الحاجات دي، انا طالب منه قصر هنا وقصر في الساحل و 2-3 مليون شبكه بس يعني الطبيعي يعني الواحد عشان يكمل، فاهم قصدي؟ يعني احنا يا دوبك على قد. لا طبعا انا ما اعرفش الحاجات دي، احنا ما اتكلمناش في فلوس، انا ما اعرفش الناس بتعرف تعمل الموضوع ده ازاي. انا ما بعرفش اتكلم في حاجه انا مش مقتنع بيها. فهو انا شفت الموضوع ده قبل كده، في ناس بيبقى عندها فلوس كتيره جدا وفي ناس اتجوزت جوازات يعني اكيد كان عن حب مبدئيا وكان فيه فلوس كتيره جدا، بس مثلا الشخص ممكن يبقى هو مش الفلوس اللي هتقرر نظافه البني ادم صح او حسن النيه او توفيق الـ في الجواز. فيعني شفنا طلاق كتير جدا في سن تمارا. فيعني انا قررت ان انا والله يعني اقول لك الموضوع مثلا فكرت فيه يا بس هما لسه بيكونوا نفسهم الاثنين، ده انا هتعب، ده انا لازم اساعد، ده انا مش عارف ايه. بعد كده لقيت هو انا بفكر غلط، هو البني ادم ده بني ادم هيشيل تماره دي على راسه من فوق، يعني هيحبها، هيبقى مخلص ليها، هيحترمها، هيسعدها، هيحبها، هيعليها دايما. ده الشخص اللي انا عايزه لبنتي. ده طلب مشروع جدا وجميل جدا ونبيل جدا، وده اسمى حاجه في الدنيا اصلا اللي انت طلبته ده. ولما يبقى عندهم فلوس كتيره جدا عايز بقى بيت معين مثلا في
في المالديفز حاجه كده يعني. شروط بسيطه جدا. نروح بالي. نروح بالي كده يعني.